بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا يعني كيفية ملء ديكلاراسيون أنيال دي صالير. لابليكاسيون هذه اللي ممكن تشكل أو عفوا تطرح إشكال لبعض الزملاء والزميلات. هي الأساس الذي نعتمد عليه في هذا الدرس هو كون الموظفين يعني يعملوا بالأيام، تعاملوا مع هذه الطريقة لأن الإدارة الوظيفة العمومية يعني ما تعملوش بالساعات إلا في يكون على توقيت جزئي، ولكن بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين بتوقيت كامل تعاملوا بالأيام وليس بالساعات. إذا احنا وش هاد الابليكاسيون وش فيها؟ فيها معلومات حول رقم، عفوا فيها رقم الضمان الاجتماعي، تاريخ الميلاد، اسم المؤمن، لقب المؤمن، هنا مدة أو فترة الفصل الأول. هنا نعتبر أن العام مقسم إلى 4 فصول أو 4 ثلاثيات. كذلك إذا هنا أن مطلق خمس أو مش قصدوا به، ولا خمس دول، ولا خمس قول، ولا خمس كات، هي نعتمد فيهم على أولا نعتمد فيهم على الموظف ماذا تقاضى في هذه الفترة. تقاضى طبعا أجره، وهناك منح، مثلا منح مردودية يعني يمكن يكون تقاضاها، وبالتالي حنايا نعتمد على ما تقاضاه في تلك الفترة. ممكن يكون منح، ممكن ما تكونش منح، تكون مثلا أثر رجعي دي غابيل تاع خدمة أو غير ذلك من الأمور أو المبالغ التي يمكن أن تحصل عليها في تلك الفترة. هذا المبلغ، هذا المونطون تريمستريال، هذا هو الأجر الخام الخاضع للضمان الاجتماعي. يعني إذا كان عندنا أب أو أم يتقاضى على ولاده أو على زوجه، راح نحو الأجر الوحيد ونحو المنح العائلية. هذه اللي نأكد عليها لأن اللي يهمنا هي الديكلاراسيون تاع لاداس، أي الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي، ماشي الأجور اللي فيها معها المنح العائلية أو الأجر الواحد. يعني هذا هو الأساس الذي نعتمد عليه. نملأ كل فصول بالنسبة لكل موظف. هنا من بعد عنا مجموعة الفصول راح يخش أوتوماتيكيا موطو جنرال، ومن بعد عنا هنايا تاريخ توظيف، وإذا كان عندنا ممكن يكون هذيك السنة موظف مكملش العام يعني خرج، وبالتالي راح نديرو الضغط السوقتي. اذا كان ما جا خدام خلو هذه الضغط السوقتي هذه خلوها فارغه. يعني هذا هو الاساس، يعني بكل بساطه كيفيه ملء ديكلاراسيون انيال دو سالير. راح نشوفو كاول مرحله كيف نملا هذا التصريح السنوي بالاجور. هنا عندنا نيميرو دو لومبلويور كتبته هاني كيما نعملو دي او بي. هنا عندنا لاني دو ريفيرونس، اي السنه المرجعيه اللي راح نعملوها هي 2021. وهنا تبدو ديكلاراسيون ان انا مدام عمرش هنايا قاعد يكتب هاد الميساج. اذا تبدو ديكلاراسيون لا دات وين تبداناها الى اخره من المعلومات. اول مرحله راح نشوفوا كيفيه ملء المعلومات. هنا نفرض اني عندي ملف اكسل، هنايا عندي 3 موظفين، راح نشوفوا امثله عن طريق 3 موظفين. عندنا موظف هنا كان 64410 فبراير، ثم هنا ولا يتقاضى على ابنه ولا بنته، ثم عندنا لابخيم في خلصها في مارس، ثم افريل مي جوان. هنا عندنا لابخيم خلص في النص، يعني ما عملش 90 يوم كامله، كل شهر فيه 30 يوم، ما عملش 90 يوم، عمل فقط 65 يوم، ثم او 75 يوم عفوا، ثم عندنا جويلية عمل الى اخره، هكذا معلومات. ثم بعد ذلك هنا نفرض هنا هذا اناجو عادي، ثم هنايا يعني من غير خصم تاع 15 يوم تاع هاد القيمة هذه، ما عملش يعني ما كاش ما تغيبش. هنايا في المثال الثاني راح نفرض انه هنا مهندس رئيسي في العالم العلي، وهنايا نفرض انه من حق ادارة جديد.
ملحق إدارة جديد، أني هنايا عندنا الأجر تاعو، نفرض أنه سيليباتير، أنه عزب، هادي لابخي لو غنوا، أفغيل كذلك نفس الطريقة، نواصل بنفس الطريقة، ثم عندنا شهر نوفمبر، هنا نفرض أنه في ديسمبر، العيد في ديسمبر، تقاضى أثر الرجائي تاع الترقية تاعه إلى الدرجة الثانية أو الأولى، إذا بالتالي يصبح عنده هذا المبلغ، هذا المبلغ هو القاضي، هو كان عنده الأجر تاعه، زدنا ضفنا له يعني عفوا راح نضيفوا الأجر هنا، ما ضفناش، نضيفوا الأجر تاعه زائد 39.50 عند الأثر الرجعي، نزيدو نضيفوا له الأجر تاعه الشهري أو الخام الشهري، ثم هنا عندنا المنحة الجديدة. هنا في المثال المنحة الجديدة اللي من منحة بالأجر الجديد، ثم هنا عندنا نفرض هنا عندنا مش عندنا هنا عندنا نفرض أنه تقاضى جون في مارس، هو كذلك من زميله، فقط من أكتوبر مازالش تقاضى، يعني نفرض إما خرج استدعاء ولا خرج ولا ديميسيونا ولا عزل ولا، المهم في نوفمبر ديسمبر ما خدمش، وبالتالي راح نملأ حتى شهر أكتوبر. إذا احنا واش راح نديرو؟ أول مرحلة أن في هذا الزميل هذا واش راح نديرو؟ راح نجمعو 64410 زائد 64410، لكن هنايا ما راحش نديرو 65010، ما عرفش هذه 600 راح نحوها عفوا نخلوها 64410، يعني هذا الأجر تاع شهر جانفي فيفريي مارس، ومن بعد نزيدو لابخي اللي تقاضاها كابينة 29.80. طبعا حسابات ما راهيش دقيقة 100%، فقط باش نشوفو الميزان. إذا هذا تاع الفصل الأول تاع الزميل الأول هذا، ثم بعد ذلك عندنا الفصل الثاني. الفصل الثاني واش فيه؟ أفريل مي جوا، راح تاني نجمع عندي مي 64410، ثم 64410، ثم عندنا أفريل مي جوا 64410، من بعد نضيفو لابخيم اللي هي كاش عمل كامل الشهر، عمل نصف الشهر فقط، وبالتالي عمل 15 يوم ناقصة 14000، أو ماشي 15 يوم، يعني إذا كان فيها 90 يعني عمل 45 يوم فقط. إذا 14540، ثم خلاص هذه تاع الفصل الثاني، ثم بعد ذلك تاع الفصل الثالث كذلك بنفس الطريقة 64410 زائد جوي و سبتمبر 64410 زائد 64410 زائد ملحة 29008، هذه بالنسبة تريمستر 3، بالنسبة تريمستر 4 كذلك يعني نفسها، هنايا بالنسبة للموظف الأول نفسها 222.10، يعني نلاحظوا بلي الفصل الأول والثاني والرابع هما كيف كيف. بالنسبة للزميل الثاني كذلك عندنا هادي جانفي فيفري مارس، ونضيفو لابريم 14.5، من بعد كذلك نفس الطريقة، يعني راح نتحصلو على هنايا نفرض هنايا انه عنده هنا نفرض انه كان عنده 25، من بعد بلا عنده 30، يعني بهذا المثال. اذا عندنا كذلك افريل من جوان نفس الأجر، لكن لابريم 16.929، من بعد كذلك جويلي أوت سبتمبر تالي نفس الأجر، ثم هنا نفرض أنه لي سيليباتير لابريم يعني عفوا نحطها
سيد موسى المطنف. بنفس الطريقة راح نحصلوا على بلس لابين دو غوندمون هي 16929. راح نحصلوا على نفس الشيء بالنسبة للفصل الرابع. هنايا الفصل الرابع راح نفترض انه كان عندي انا فوزمون، كان عندي ترقية او اثر رجعي، وبالتالي راح نشوفوا انه شهر ديسمبر فيه الاجر وفيه الاثر الرجعي معاه. على بها عندنا 57260 وزيد نضيفو له ابخيم دو غوندمون اللي هي 17.97.5. لاحظوا مثلا هذه هي الامثلة اللي عندي. ثم بعد ذلك نشوفوا الزميل الرابع، نفرض انه نفس الشيء كما زميله، فقط توقف من نوفمبر ديسمبر، اي عندي هكذا هذا نفس المبلغ، هذا نفس المبلغ، هنا نفس المبلغ، هنا فقط ما عنديش، عندي فقط اكتوبر اللي هي خلص فقط اكتوبر 29193.5. يعني ما عملوش ميم با لابريم، يعني طاب لابريم زيرو، يعني ما عملوش لابريم تخوازيم كاتخيم تريماس، يعني هو راح خرج اول نوفمبر 2019 2021 ما عاودش رجع. اذا هذه كامثلة، هذه الامثلة هذه راح ريكوبي جو في لا ريكوبي في لابليكاسيون هذه. راح نروح لابليكاسيون. اذا انا واش راح ندير، راح نركبي فقط واحد، يعني نركبي الثالث فقط، يعني باش لانه فيه صورتي. اذا راح نركبي هذا، لاحظوا ان دي ديريكتومون كوبي كولي، ما بديش نكتب انا باش ما نغلطش، عندي المعلومات مانيش باغي نغلط. اذا نروح اقوم بقص ولصق المعلومات هكذا باش ما نغلطش. روح تاريخ الايديات، نعاود نلصقها هنايا، نيميرو دو نون دو لاسوري. راح نلاحظوا انه راح يولي يعني ماجيكو فريده مثلا، ولا امال، ولا خلاص ندير صوت امال مثلا. من بعد هنايا هنا الجوري دو جوري، هنايا عندنا 90، يعني هنايا نديرو باليوم. راح نعرض شويه هاد لاكورونا هادي، نعرضوها شويه باش يبان، ولا في الورطة معليش نديروها جوغ، كت شهور هي 90 جوغ. نكتبو المبلغ اللي عندي هنايا، هادي 101، جمعتو غنكوبيه هنايا، غنكوبيه كذلك الفصل الثاني فيه 90، ربما نشوف يعني نشوف شحال درت الساعه. قلنا بلي 45، لا ماهوش 45، يعني 90 عادي. ثم بعد ذلك الفصل الثالث كذلك بنفس الطريقة، يعني نفس الفصل الثاني عفوا، نعاود نكوبي لو مونطون. الفصل الثالث نفس الطريقة، هو نفس المبلغ حصلنا عليه 90، لكن الفصل الرابع عمل فقط سبتمبر اكتوبر، عمل فقط اكتوبر، اكتوبر نوفمبر ديسمبر عمل فقط 30 يوم، يعني لانه بعد راح هو راح استقال. اذا نديرو فقط 30، لان دائما هنا باليوم، باليوم
لازم هنايا نوضحو في ال هاد لاكومون هادي تاع نوضحو لي راهي بجوج. إذا وهنايا لو مونطون تاع تخوازيام تخيمستر أو كاتخيام تخيمستر وفي الرابع هو فقط هذا المبلغ، يعني فقط هذا كمثال. هادو كامل ركوبيهم بنفس الطريقة، يعني هاد بعض الصح نيميرو سيكوريتي سوسا تاع حدا تاريخ الإثيان والمبالغ هادي دايما ركوبيوها بخومي تخيمات دوزيام تخيمات تخوازيام تخيمات كاتخيام تخيمات وحسب عدد الأيام اللي عملها. إذا هنا راح نركوبي تاع آخر هنايا تحصلوا على لو مونطون تاع كاتخيام تخيمات. إذا لاحظوا أنه هنايا لاحظوا انه هذه هي المبالغ راهي مغكوبية. لو كان نزيدو زميل اخر راح هذه تنزاد، يعني على حساب التصريح اللي قمنا به. هذا الزميل وين تدخل؟ دخل مثلا 11/5/1900 نديرو 2000 نديروش بزاف 2019 مثلا. من بعد هو راح استقال مثلا هنا بما انه خدم فقط اكتوبر، استقال مثلا 2 نوفمبر عفوا 2021، بالتالي نكون عمرت المعلومة متعلقة بهذا هذه الزميلة. اذا عندنا تاريخ، عندنا هنا نيميرو دي ماتريكولاسيون، عندنا تاريخ الازدياد مود دو ريكولاسيون تاع سيكوريتي سوسا. اذا ما كاش عندنا نديروها فقط اصفار، اللي ما يكون ما يكونش عندنا يمكن. اذا نبداو نعمرو كامل هكذا، هكذا رانا عمرنا كامل المعلومات المتعلقة بالزميل. ومن بعد نبغو نزيدو نديرو نوفيل لين ونعمرو تاني، نزيدو نعمرو كامل الزملاء اللي عملو. اذا بهذه الطريقه كنوا عمرنا كامل المعلومات، يكونوا عندنا كامل المعلومات اللي عملناها. يعني هذه فقط للتوضيح لمن يحتاج الى هذه اللي يطلبوها لي، يعني كيفيه حساب ال هذه المبالغ. نعود اننا نعتمد اساسا على الفصل، واش هي واش حدد في ذلك الفصل. إذا كان عنده غابيل في كما شفنا هذا المثال، إذا كان عنده أن غابيل في ديسمبر نزيدوه حتى لو كان 57000. ما راحش ننشره على الأيام على الأشهر، راح هذاك فات خلصه في ديسمبر نديره في ديسمبر. لازم نتأكدوا من لي موندا نشوفوهم باللي لي فولي بلو فاتوا في هذاك الشهر، تماك راح ندير موظف في هذاك الشهر شات قابة. ماشي راح هنايا مثلا عندي مثلا لابخيم دو غوندمون نعرفها تفوت في مارس، لكن هي فاتت في افريل. هذه لابخيم دو غوندمون مراش نديرها مع مثلا هاد القضاء في افريل، كاين بعض المدراء اللي حتى لي يكمل مارس باش تقبل لابخيم. اذا بالتالي مراش نخلصها في مارس، نخلصها في افريل. خلاص هذه لابخيم مغاديش نديرها مع هادو، هادي ندير نجمع هاد ثلاثة ونكتفي بيهم وخلاص. راح ندير لابخيم نديرها مع افريل مي جوان. لي غابيل مثلا خلص في جويي، ندير جويي اوت سبتمبر فيها لابخيم وفيها لي غابيل. يعني كل حاجة اللي تقضاها حنا نعتمدو على لي فولي بلو لي سيطون لي موندا لي فاتو في التريزور. علاش؟ على خاطر كل شهر هاديك لي فولي هادوك لي فولي بلو كي فوتو راه يدفع الكوتيزاسيون تاعنا، المشاركات تاعنا تاع الضمان الاجتماعي راه يدفعها لا داش. وبالتالي هذه هي اللي تكون. اذا بهذه الطريقه نتمنى اني كنت واضحه في الشرح وكون مفهومه جيدا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.